العلم علمان، علم رباني وهو القرآن والسنة، وعلم جنوي وهو هذه العلوم الدنيوية. فنسأل شيخنا الفاضل، من أيهما فرض عين على كل مسلم على كل إنسان، وأيهما فرض كفاية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعلم الديني نفسه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين المعني بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو تعلم ما أوجب الله عليه من العقيدة الحقة، ومن معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وجب عليك الحج وجب عليك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. وفي النسائي: خذوا عني مناسككم. وهكذا من أراد أن يبيع أو يشتري وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء من أجل ألا يقع في ربا ولا يقع في بيع محرم. فالعمل الذي تزاوله وجب عليك أن تعلم حكم الله فيه من باب العبادات أو من باب الاعتقاديات أو من باب المعاملات. ومن العلم ما هو فضيلة وليس بواجب، فهذا يجب على يكون وجوبا كفائيا. ومن رزقه الله فهما وحفظا وترك هذا وأعرض عن العلم النافع فهو خاسر، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. نعم، أما العلم الدنيوي فمنه ما يكون فرضا كفائيا، ولكنه بعدما يتفقه المسلم في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن تعلم ما يحتاج إليه المسلمون من أمور السياسة وصنعة السلاح والطب والهندسة إلى غير ذلك قد يكون فرضا كفائيا بعدما تقوم بما أوجب الله عليك من الفرض العيني. والله المستعان.